مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من كيبورد، ونبداها كالعاده بابرز العناوين. هاشتاغ مجزرة طلاب ضحيان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. اليمني أسامة قائد يحصل على المركز الأول في حلقة حوارية من بين 132 حلقة. فلترات سناب شات تدفع المستخدمين لعمليات تجميل كي يشبهوها. وضيف فقرة استضافة الفنان إياد نجيب. أهلا بكم. استشهد 39 مواطنا وأصيب 51 آخرين أغلبهم أطفال في غارات لطيران التحالف على سوق شعبي بمدينة ضحيان بمحافظة صعدة. تفاعل ناشط مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الحادثة تحت هاشتاغ مجزرة طلاب ضحيان. نشوف هذا التفاعل. اليمني أسامة قائد يحصل على المركز الأول في حلقة حوارية من بين 132 حلقة. تفاصيل أكثر نشوفها في منشور الأستاذ نبيل الأسيدي. الأستاذ نبيل الأسيدي يقول: أسامة قائد يحصل على المركز الأول في حلقة حوارية قام بإعدادها وتقديمها من بين 132 حلقة قدمها 132 متدربا ومتدربة من مصر ودول أخرى عربية. وبعد تقييم من قبل مجموعة من أكبر خبراء الإعلام في مصر حصلت الحلقة التي قام بإعدادها وتقديمها على المركز الأول وفازت بالجائزة الأولى تسمى دورة تدريبية عالية المستوى في فرانس 24 باريس مقدمة من On Air Studios. مبارك يا أسامة. فعاليات هذا الأسبوع نبدأها بجولة مع صور من جلسة النقاش الشهرية التي أقيمت في مكتبة مؤسسة بيسمنت الثقافية، تناولت أهم أعمال الكاتبة المصرية الراحلة رضوى عاشور وأفكارها التي ظهرت فيها وأسلوب كتابتها وتأثر أعمالها بشخصيتها الفريدة ونضالها واعتزازها بعروبتها ووطنيتها. نشاهد. مكتب الصحة العامة والسكان نظم وبرعاية نائب رئيس الجمهورية ومحافظ محافظة مأربة لواء سلطان العرادة ندوة توعوية عن فيروز نقص المناعة البشرية تحت شعار المسؤولية مسؤوليتنا جميعا ولست وحدي المسؤول، وبمشاركة من 40 مشارك من منظمات المجتمع المدني وخطباء مساجد وأصحاب محلات الحلاقة. نشوف صور من هذا النشاط أيضا.
نفذت شبكة اليمن للتمويل الأصغر بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق سند وبالتعاون مع شبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية سنابل دورة تدريب المدربين في التحليل المالي باستخدام هيكلية سيب والتي عقدت في الأردن. الدورة تعتبر من الدورات النوعية التي تقدمها الشبكة لمؤسسات التمويل الأصغر في اليمن والتي سترفد القطاع بعدد من المدربين المحليين في جانب التحليل المالي. وعن سمسرة سمينة نشوف منشور لعلي السنيدار يقول فيه: من وسط هذا المكان سمسرة سمينة وجدت كنزا. الناس الطيبين هم أناس ذو قلوب نقية شفافة وأيضا صلبة قوية تتحمل وتسامح. السعادة والرضا بسعادة الآخرين أكثر من رضاها بسعادة أنفسها. هذه القلوب في زمن سادته الوحشية. إلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية مع الظاهرة التي أطلق عليها اسم تشوه سناب شات التي انتشرت بعد طلبات المستخدمين بنفخ شفاههم وتكبير عيونهم وتصغير أنوفهم ليصبحوا أشبه بما يظهرون عليه بعد استخدامهم فلاتر سناب شات أو النسخ المعدلة من صورهم. وهذه الظاهرة خطيرة جدا، إذ أن صور سيلفي المستخدم فيها فلترات غالبا ما تحتوي مظاهر لا يمكن اقتناؤها، وهي تجعل الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال بالنسبة لهؤلاء المرضى ضبابيا، بحسب ما قال باحثون من جامعة بوسطن قسم الأمراض الجلدية في مقال نشر في مجلة طبية ونقله موقع CBS وصحيفة واشنطن بوست. وفي السابق كان تعديل الصور متاحا على نحو واسع فقط للعارضات والمشاهير للاستخدام في المجلات والإعلانات. اليوم ومع وجود تطبيقات كسناب شات فإن لمسة واحدة تعطي الجميع القدرة على تعديل شكل وجوههم. ونبقى مع سناب شات، حيث أعلنت الشركة المالكة للتطبيق عن الانخفاض الأول في عدد المستخدمين النشطين اليوميين بعد إعادة تصميم مثير للجدل. ورد مؤسس سناب شات إيفان شبيغل الانخفاض في عدد المستخدمين النشطين اليوميين إلى الارتباك الذي سببه تصميم التطبيق الجديد، وأضاف: بذلنا جهودا مضنية لتحسين سناب شات بناء على تعليقات من مجتمعنا، وذلك بعد مرور 6 أشهر على إعادة إطلاقه. أيام قليلة تفصل اليمنيين عن موعد عرض أول فيلم سينمائي جماهيري يتم إنتاجه في البلاد والذي يحمل اسم 10 أيام قبل الزفة، ومن إخراج عمرو جمال رئيس فرقة خليج عدن المسرحية. مخرج الفيلم عمرو جمال قال في مؤتمر صحفي عقده قبل أيام في عدن إن هناك معوقات كثيرة واجهت الفريق خلال تصوير وتنفيذ الفيلم، ولكنه أوضح أنهم استطاعوا تجاوزها، وكان أكثر ما يحفزهم هو احتفاء وترحيب الناس بهم في الشوارع أثناء التنقل والمرور في أزقة المدينة من أجل تصوير مشاهد الفيلم. نشوف برومو الفيلم. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت خلال الأسبوع، نبدأها بمقطع مباراة كرة قدم تحت وابل الرصاص. وجديد عازف العود اليمني أحمد الشيبة معزوفة لونجينج.
ونختتم هذه الفقرة بأغنية قال المعنى بصوت أبو أريج السوادي. وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الفنان إياد نجيب. مواطن بلا وطن لأنه من اليمن، تباع أرض شعبه وتشترى بلا ثمن، يبكي إذا سألته من أين أنت أنت من، لأنه من هاهنا أو من مزايد العلن. مواطن كان حما مزارع ولا سكن. ونرحب بضيف حلقة اليوم الفنان إياد. أهلا وسهلا فيك معنا إياد اليوم. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، تشرفنا استضافتك. الشرف لي والله. شكرا إياد. معنا مجموعة أسئلة سريعة وخفيفة وظريفة في البداية، بعد ما ننتقل نتكلم عن مجالك الفني. مستعد؟ أوكي مستعد. نبدأ بالسؤال الأول كالعادة، أوصف نفسك بكلمة. فنان. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ فيسبوك. وأجمل مكان زرته في حياتك؟ تعز. مكان تتمنى زيارته؟ مكان زيارته يعني كي. باريس. وشخصية تتمنى مقابلتها؟ مش
صراحة هم كثير، لكن على المجال الفني يعني الأستاذ كاظم الساهر. وشخص داعم لك؟ بابا. يخلي لك. مجال دراستك؟ يعني بعيد، هو بعيد عن المجال الفني. ايوه تكلم عنه. ممكن نقول محاسبة. محاسبة، طيب. إياد، الآن لو تكلمنا عن بداياتك مع الغناء، متى وكيف؟ من الطفولة الموضوع كان في المدرسة كالعادة يعني. نعم. وتطور توقف فترة، وبعدها استأنفت الموضوع كمهندس صوت، رجعت للفن. طيب أول أغنية غنيتها؟ ما يقولها كانت يا خير الأحباب وداعا. متى كانت؟ بفرقة اليرموك. نعم، متى كانت هذه؟ تقريبا عمري 6 سنوات. واو، بعيد جدا يعني. طيب أكثر أغنية اشتهرت لك مؤخرا؟ أو لو نرجع لنفس السؤال، أول أغنية غنيتها مؤخرا يعني وظهرت فيها في السوشيال ميديا أو ظهرت فيها في المجال الفني؟ هي اللي هي الأغنية اللي عرضتيها أنت برضه في برنامجك أعتقد قبل 5 أو 6 شهور، اللي نعم. كانت الأغنية يا مهجة الروح أنت والفؤاد، اللي هي ولا يهمك يا أيمن. جميل. طيب أكثر أغنية اشتهرت لك؟ ممكن الأغنية اللي غنيتها لبنتي. وهي؟ بس عنوانه اللي ربما ربي بعدين. أيوة. بالنسبة لي هذه السنة. طيب إياد، ما هي ربي أعطاني اسمها، موجودة في قناتي في اليوتيوب. إياد، معروف إنك تغني، لكن في مهارات إلى جانب الغناء، إيش هي؟ مهندس صوت، يعني عاشق للمقامات الموسيقية، بادي في مجال التوزيع الموسيقي. نعم، لها أشياء بالفن يعني. ذلك يعني كله في المجال الفني بعيدا عن المحاسبة. طبعا. إياد، أنت مهتم بالمقامات الموسيقية، برأيك هل ترى أن الفنان لازم يكون مطلع على المقامات الموسيقية بشكل علمي أم يكفي المعرفة بشكل تقليدي وعام؟ هو في الحالتين النتيجة واحدة، انه يكون ملم بالشيء اللي جالس يسويه. يعني انا لما اغني وانا عارف ايش المقام اللي انا اغني فيه اقدر ابدع اكثر، ممكن اجيب عراب، ممكن اخذ راحتي يعني مساحة من غير ما اخاف اني انشز او اخرج عن المقام او شيء، فتعطي اللحن حقه. فمش يعني بالنسبة لي انا كفنان بشكل علمي مش مهم، لكن اذا دخلت التوزيع الموسيقي فمهم انك تكون عارف المقامات بشكل علمي يعني. جميل، يعني هي فقط اضافة بالنسبة لك إذا كانت بشكل علمي. طيب لو أسألك عن الألحان التراثية اليمنية مهمة وتغييرها، إيش وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ هو يعني جميل إن الإنسان يحيي التراث، لكن إنك تضيف مثلا يعني تعيد تسجيل الأغنية إنك تعيد تسجيل الأغنية بشكل جديد من غير ما تغير لحنها، من غير ما تغير مقامها، من غير ما توجهها توجيه ثاني، فهذا شيء جميل يعني الى يعني لا يندثر التراث. اما انك تغير اللحن فهذا تشويه من وجهه نظري يعني. بعضهم يقولوا انه يعني بقائها لازم تبقى على ما هي من غير اي تقليد، من غير اي تغيير، بحجه الحفاظ عليها كتراث تقليدي. ايش تقول انت في هذا الجانب؟ مضبوط، احنا ممكن يعني نجددها، ما فيش مانع انك تعيد غناها، لكن تقدمها بنفس الصوره اللي قدمها صاحبها الاصلي، فانك تضيف عليها كذا يعني انحرفنا عن موضوع التراث، ما عاد صار تراث. يعني باختصار انت مع التغيير والحفاظ على جانب منه. طيب
لاحظنا مؤخرا كثير انتشار فيديوهات لليمنيين من طائفة اليهود في الخارج، دائما يحتفوا بالتراث اليمني والأغاني اليمنية القديمة، لكن هذا بنفس الوقت ما لا نشهد هذا الاهتمام والاحتفاء من قبل غيرهم، رأيك؟ والله هذا شيء يسعدني جدا، يعني هم ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه هويتهم، ففي البلدان اللي فيها اختلاف هويات زي كذا كويس ان الواحد يستدعي هويته ويعرضها على الناس، واحنا بحاجه كثير لزي كذا، المفروض ان احنا يعني ناخذ حذوهم بهذا الاتجاه، يعني بهذا الجانب. جميل، احنا يعني واجبنا ان يعني ندعمهم، لكن بالمقابل بقيه الطوائف او بقيه المجاميع ما تحتفيش بالتراث هذا بقدر ما تحتفي فيه اليهود اليمنيين، ايش الاسباب؟ ممكن الاسباب انهم خارج بلادهم من فتره، يعني احيانا الواحد في الغربه لو سمع اسم بلاده بس تتغير ملامح وجهه. جميل، يعني هو التمسك بالتراث انهم معاه وطن داخل وطن. نعم. هنا نعم، تفضل. انا اقول لك ان احياء التراث في وطن الغربه يحسسك انك عندك وطن صغير داخل الغربه يعني. وكيف ممكن نحمي تراثنا سواء في الغربه او في الداخل؟ المفروض ان احنا نحضر في يعني في جميع المناسبات، ما نفوت اي فرصه، وكل ما نحضر نحاول نغني اغاني تراث، نحاول نستعرض مش حتى الاغاني، يعني في معانا تراث احنا بالملابس، معانا تراث بالعادات والتقاليد، المفروض هذه ما تضيع يعني. طيب مؤخرا صدرت مجموعه من الاغاني لمغنيين حتى معروفين وهي تراث يمني، معروف انه تراث يمني، مع ذلك ينفو كونها تراث يمني، ايش سبب هذه الظاهره وايش رايك حولها؟ سبب هذه الظاهرة انه للاسف الشديد يعني وزارة الثقافة عندنا ما تتابع الاشياء هذه، المفروض هذه الاشياء تكون مسجلة وموثقة يعني باسماء اصحابها عشان ما يصير اي تلاعب فيها. انا اللي اعرفه ان الحاجة هذه فيها محاكم وفيها لانها حقوق تعتبر يعني. فيعني الموضوع وصل لدرجة انه في ناس يدعوا ان يعني يا ليت انه سكوت بس، لا يدعي انها لحن او لحن فلان او تراث بلاد ثاني، فهذا غلط. وتعتقد ممكن ينجحوا في هذا العمل؟ اللصوص الفنيين ممكن ينجحوا؟ مستحيل، شيء مؤقت يعني، لأن الناس عارفين الشيء هذا طبعا، مستحيل. جميل، طيب لو نرجع لك شخصيا، كيف ترى نفسك مستقبلا وما هي مشاريعك الفنية المستقبلية؟ أنا أحب مستقبلاً أكون فنان مهندس صوت وموزع موسيقي باحتراف، مش مبتدئ. جميل. أتمنى إني أدرسها دراسة، مش الموضوع ما يكون يعني هواية بس، أتمنى إني أدرسها دراسة علمية كلها الأشياء هذه، فهذه أمنيتي. أما مستقبلاً إن شاء الله نشارك في أوبريتات كبيرة تخدم الوطن، إن شاء الله نقدم أشياء هادفة تخدم الإنسان اليمني والإنسان العربي بشكل عام يعني بإذن الله. رائع، وأول خطوة في الأمنيات تحقيق الأمنيات هي جعلها هدف. طيب هي أفضل الألوان الغنائية اللي تحبها؟ أنا أحب طبعا التراث اليمني، هذا يعني لا نقاش معروف. أما بالنسبة بشكل يعني بالعربي، الوطن العربي، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، هذو ناس بصراحة أنا لما أحب أصفي ذهني أحط السماعة وأنسجم. جميل، ولما تختار أغنية عشان تأديها إيش أكثر شيء يجذبك الأغنية؟ أكثر شيء يجذبني الأغنية اللحن. جميل، وأكثر العوائق اللي واجهتك في مجالك الفني أو في مسيرتك الفنية؟ الله، إنه ما في دعم، ما فيش دعم من أي دعم مادي يعني، يا تدعم نفسك يا تضيع. يا تدعم نفسك يا تضيع. يا 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 اما تضيع يا اما يعني تنسي موهبتك. ما جميل، واليوم في ختام الحلقة وفي ختام المقابلة هذه ايش ممكن تسمعنا؟ سيرة الحب لأم كلثوم، وهو اللي كنت بطلب منك اصلا في البداية، تفضل بعدين نرجع لواحدة من التراث اليمني. ماشي. أوه
طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب لكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة آهات ودموع ويانين والعاشقين دابوا متى الله الله على الكيف يا اياد. ومن تراثنا ايش ممكن سمعنا؟ من تراثنا يا ريح يا ريح يا اللي تدخلي للبيوت يا بوي قولي لي محبوب قلبي صاحبك شايموت لا يشرب الماء ولا ياكل ما عنا سقوت لا يشرب الماء ولا ياكل ما عنا سقوت ما قوته الا زبيبه تعتق لا يموت ما قوته الا زبيبه تعتق لا يموت. يا شكرا لك جزيل الشكر، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم على التشجيع وشكرا لكم على الاستضافة وشرفني كثير والله اني احضر معكم. الشرف لنا، الشرف لنا طبعا. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم ومشاركاتكم عبر رابط البرنامج الظاهر أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.